أخواتي، أهلا وسهلا بكم على قناة أم إبنيلي أدب الجزائري. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوتي إخواتاتي، قبل ما ننطلق في الفيديو ما تنساوش باش تلايكي وتبرتاجيو، واللي جدد باش يسجلوا سبسكرايب داكور. وبارك الله فيكم. اليوم ان شاء الله نبدينا بفيديو جديد. على كل حال، هاد لا فيديو ان شاء الله يا جماعه راني راح نديرها مباشره لهذاك ابرنوس، هذاك المروكي ابرنوس المروكي. هاد الفيديو راهو كما نقولوا رساله ليك نتايا خاصه. يعني اذا انت درت لنا واحد لا فيديو كما راه منشوفوا لهنايا، تتكلم فيها تقول رغم الهدايا والشتاء موتسيبي يصدم النظام الجزائري. معناها في هذا الشان هذه في كاس امم افريقيا لا كوب دافريك دي ناسيون تاع الشان هذه تاع المحليين، دونك موتسيبي رئيس يعني الفيدراليه الافريقيه لكره القدم استقبلوه لهنا في الجزائر. لا ايتي روسي لهنا يا ناجيري بيان روسي. وهذا المره يسي ديبلاسي راح لقسنطينه ومن بعد راح لوهرن. في قسنطينه يلون بيان روسي مع الوالي تاع الولايه وعطاو له ان كادو وعطاو له يعني سامبوليك. على كل حال داكور، وهذه يعني راهي من شمت يعني الجزائريين، كي يجي عندك ضيف ولا حاجه تكبر به كما نقولوا حنايا وتعطي له قيمه، لانه سي لو بريزيدون دو لا كونفيدراسيون افريكان دو فوتبول نورمال. هذه يعني داخله في التقاليد تاع الجزائر، يعني ماشي ماهيش شتاء كما راك تقول نتايا. داكور، ماهيش شتاء كما راك تقول نتايا، لان هاد الهدايا تاع الصداقه والمحبه. ولكن دوك نفهمك مليح، مادامك نتايا وانا درت لك ديجا فيديو من قبل، درت لك فيديو من قبل ويعني وعطيتك فيها الحس بيان. الفيديو راهي موجوده على كل حال، دونك بيسك ما حشمتش ولا حاجه نعاود نولي لك بهذا الفيديو ونفهمك علاش راك درت هذا الفيديو. وراح نتكلموا دركا جوستومون، نتكلموا على الشتاء والهدايا. شكون هما اكبر شياتين، المراريك كيما نتايا والمخزن تاعكم ولا الجزائريين؟ دوك نعطيك الدليل ونوري لكم باللي اكبر شياتين واللي داو يعني التاج تاع افريقي وعالمي في الشتاء هما نتوما، ونعطيك بالدليل امام كل مستمعي الجزائريين والمراريكا وكل الدول العربيه. بالفعل نتوما على بالي هاد المره واش اللي صرا لكم. هاد المره شفتوا باللي في هاد الكاس الافريقيه الجزائريين نظموا لاشان تنظيم قوي جدا، وبانوا يعني لي ستاد تاع الجزائر، بانوا الملاعب تاع الجزائر، وبانت يعني البنيه التحتيه تاع الجزائر. وبهذه الطريقه اكبر شيتا اللي كنتم دايرينها انتم الانفونتينو رئيس يعني الفيدراليه الدوليه لكره القدم تاع الفيفا، الشيتا اللي كان مدايرها له القجع واللي كنتم دايرينها له انتم، واللي فات هذا كيفاه يسموه احمد ولا كيفاه يسموه رئيس الفيدراليه السابقه الافريقيه لكره القدم، اللي كان القجع مداير له الشتاء والبروسه وكما نقولوا يرفدها له في السماء. هذه كامل كما نقولوا هذيك الشتاء الكبيره اللي ديتوها شفتوا باللي خلاص بدات تروح الشتاء، هذه بدات تروح. لان علاه؟ لان بالمقابل خرجوا لكم الرجال، خرجوا لكم رجال ما فيها لا شتاء لا بورصه لا والو، بالعامل وبالاخر هم الجزائريين. خاوتي الجزائريين خرجوا لكم هذه المره، وافريقيا اللي كنتوا انتم متلاعبين بها وكذا وكذا خلاص هذه المره بانوا باللي كاين الجزائر، ظهرت باللي عندها يعني لي ستاد كبار ما شاء الله، ومنهم ستاد تاع نيلسون مونديلا اللي راه مهبلكم. الجزائر ظهرت البنيه التحتيه كيما نقولوا الترامواي الترولي، فهمت كلش كاين. على كل حال الفنادق، الاكل، التنظيم، يعني الدعوه راهي كبرت وليتوا تشوفوها في التلفزيون. نذكرك واحد الحاجه، وحنا الجزائريين احنا ما نديروش الشتاء هنايا، احنا الشتاء هذه جامي نديروها، احنا نمشيو رجال مع رجال. بصح نزيد نفهمك علاه انتوما سبيسياليتي الشتاء. الشتاء تاعكم يعني كيما نقولوا سبيسيال. في المقابل خلاص هذيك الاخر هذاك، دونك الافريقيين لي زافريكان منو بداو يفيقوا وشافوا باللي ما بقاتش ديروا انتوما كيما نقولوا هذاك الديزيكيليبر، لان كان القجع تاعكم وقدام داير عليهم ضغط. اللي يحب يلعب ماتش يبعثوه للماروك، اللي يحب الاخر يروح للماروك، لان الدول الافريقيه اون جينيرال ما عندهاش الامكانيات. بصح دركا خلاص. دونك مثلا نعطيكم الشيتا الكبيره اللي درتوها كيفاه نجحتوا. لا كوب دي موند، كاس العالم، كيف رحتوا لها؟ رحتوا لها بالشيتا.
الشتاء يعني الكبيرة والهدايا، لأن علاه الجزائر كي لعبت لا كوب دي موند كأس العالم، الجزائر لعبت داخل الجزائر وخرجت خارج الجزائر ولات داخل الجزائر، وخسرنا احنا مع الكاميرون وما رحناش كأس العالم لأن ما كانش شتاء وما كانش كواليس. بصح انتم وين لعبتوا باش تأهلتوا لا كوب دي موند؟ لعبتوا كاع المقابلات نتاعكم التأهيلية لكأس العالم لعبتوها داخل الماروك، لعبتوها في الماروك ما خرجتوش، كنتوا عافسين على القوانين الدولية نورمالمون ما تكونش. عادوا الفرق الاخرين تقولوا لهم فوالا، قولوا بلي نلعبوا في الماروك، قولوا نلعبوا في الماروك، وعادوا كملوا درتوا التأهل تاعكم في الماروك. داكور، هذيك هي اكبر شي ترفدتوها، فهمتني يا الزفاف؟ هذا هو باش نفهمك مليح، عطيتك برك بلي مهما تزيدش تعاود، لان الجزائريين يعني كبار عليك بزاف، وما تبقى لناش هذيك الكلام تاعك اللي راك دير هنا كل مره وتجي. داكور، مالا هذه هي، فهمتني يا كيفاه؟ يا الشيات يا اللي ديروا الهدايا، يلي فهمت كيفاه رافدين يعني لابروس هذيك. انت بعد، انت خاصة نعطيك من هنايا التاج نتاع الشتاء للمخزن. السلام عليكم يا خوتي خواتاتي، هذه الحقيقة، يا لا بروشان فوا. Thank you.